وفي هذا الفرع هو يذكر مسائل النذر نعم فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر ما هو النذر لغة هو الوعد بخير أو شر أيا كان يقال نذر بمعنى وعد بخير أو بشر والشرع في الشرع معنى النذر الوعد بخير بالتزام القربة هذا الذي ذكر في الكتاب ما يجب على المكلف بالنذر وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين وعليه كثيرون بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس فإذا شرع أن النذر الوعد بخير كيف يكون هذا بالتزام قربة فإذا وهو يلتزم قربة يعني ما يتقرب به إلى الله تعالى من النوافل والمتطوعات وهو يلتزم على طريق الإيجاب على نفسه هذا هو النذر ثم ما هو حكم النذر هل هو مباح أو مندوب أو مكروه وهو قربة قربة يعني هذا نفس النذر قربة المنذور أيضا قربة لماذا؟ لأنه يلتزم ما هو قربة فإذا ينبغي أن يكون المنذور قربة ثم نفس فعل النذر قربة أخرى هكذا إذن وهو هذا بيان حكم النذر قربة على ما اقتضاه كلام الشيخ قال هكذا قربة فقط معناه ما فيه ثواب لم يصرح بسنيته هكذا وعليه كثيرون الأئمة يقولون هذا فعل يثاب عليه ليس هذا باقتلاء يعني باقتلاء غير جازم لو ثبت باقتلاء غير جازم يكون سنة لذلك هكذا بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه يعني هذا مندوب الكتاب والسنة والإجماع والقياس الفرق بينهما يعني القربة يعني ما يثاب عليه فيه شيء من الفضل فقط لا يقتضي هذا الفضل أن يكون مندوبا ثم وقيل مكروه رأي آخر أن النذر مكروه مع ذلك يجب ما التزم هذا أمر آخر لو التزم رجل قربة يجب عليه هذه القربة أو يترتب عليه ما يترتب على النذر من الأحكام ومع ذلك ما هو حكم نفس النذر بعض قال مكروه لكن هناك العلماء جمعوا بين هذين القولين يعني الندب والكراهة هذا الذي يقول وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه كأن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة بكذا هكذا يعني نذر اللجاج موجود ما معنى اللجاج التمادي في خصومتي نعم هذا معناه فإذا التمادي في الخصومتي هنا ما هذا النذر هذا الذي يذكر بعده تعليق قربة بفعل شيء يعني هو يلتزم قربة لكن ليس مطلقا بل معلقا بحصول شيء أو بترك شيء يعني لو وقع كذا فأنا أفعل أو لو لم يحصل كذا فأنا أفعل هكذا يعلق وهذا النذر المعلق هو المكروه أو هو المنهي عنه هكذا حمله بعض العلماء يعني القائلون بالندبية النذر حملوا هذا النهي على هذا النذر المعلق اللجاج نعم كإن دخلت الدار أو إن لم أخرج من الدار فلله علي هكذا صوم أو صدقة هكذا ما يريد صدقة بكذا
ثم عفا يتخير من دخلها او لم يخرج بين ما التزمه وكفارة يمين ولا يتعين الملتزم ولو حجا. فإذا ما هو حكم هذا النذر هذا الذي يذكر بعده فيتخير من دخلها هذا إن دخلت الدار فعلي كذا هكذا هو ذكر بعد ذلك دخل فماذا يجب عليه يجب عليه ما التزمه فإذا يؤدي وهذا الملتزم أو يعني لا يلزم بل يجب عليه كفارة يمين ولا يتعين الملتزم. وهذا لو التزم القربة هكذا معلقا أما ما التزم أما الذي التزم لو كان غير قربة فيجب الملتزم كما ذكر في التحفة. هذا التخير لو التزم القربة ثم الفرع من درجة تحت أصل كلي هذا مصنف ذكر هنا فرع النذر التزام مكلف قربة لم تتعين هكذا ذكر. إذا ما معنى الفرع هذا فرع يعني في اصطلاح المصنفين أي فقه أو نحو أو أصول أي فد قال في اصطلاح المصنفين معناه أو في صناعة التأليف معناه من درجة تحت أصل كلي. إذن ما هو الأصلي الكلي هنا الأصل الكلي هنا باب الصلاة وما بعدها إلى باب الحج هنا نعم إلى باب الحج باب الحج سيأتينا. فإذن هذا هو الأصل الكلي دخل تحته هذا الآن النذر يعرف النذر النذر التزام مسلم مكلف رشيد قربة. إذن لو التزم غير المسلم غير المكلف غير الرشيد يعني السفيه لا يلتزم لا يكون نذرا كما سيأتي كما سيصرح قربة لم تتعين قربة غير متعينة نفلا كانت أو فرض كفاية هو ذكر لم تتعين فإذن فرض كفاية غير متعينة وإذن قربة يجوز نذر فرض كفاية أو نفلا فرض كفاية كإدامة متر وعيادة مريل وزيارة رجل قبرا وتزوج حيث سنة خلافا لجمع وصوم أيام البيل والأثانين ثم اذكر بعده وكصلاة جنازة وتجهيز ميت وهذان مثالان لفرض الكفاية والذي ذكر قبله مثال للنفل. نعم لأن هذا رجل ماذا نذر أن يديم وترا هذا إدامة يكون قربة أن يصلي الوتر دائما هذا النذر التزام مسلم مكلف رشيد قربة لم تتعين نفلا كانت أو فرض كفاية ثم أتى بأمثلة للنفل إدامة وتر عيادة مريض عيادة مريض تسن عيادته هكذا ذكر في التحفة. إذن لو كان يعني حربيا أو مبتديا لا تسن عيادته هكذا ثم وزياء فلا يكون فلا ينقد النذر. نعم كذلك زيارة رجل قبرا فإذا زيارة امرأة قبرا هذا لا يكون نذرا لا ينقد نذرا لو لم يكن هذا يعني قبر نبي أو ولي بالشروط المعروفة في باب زيارتنا وتزوج حيث سنة
رجل نذر أن يتزوج. نعم. لكن هذا النذر ينعقد نذرا متى؟ لو كان لو سن له التزوج لا يسن في جميع الحالات، بل يسن لو كان طائقا وقادرا. نعم. خلافا لجم في هذا، في التزوج خلاف. وصوم أيام البيض واللثانين، ثانين يعني كل يوم اثنين، صوم أيام اللثانين. فلو وقعت في أيام التشريق، فإذا هكذا هو نذر أيام اللثانين، فإذا أو يعني أيام البيض، فلو وقعت هذه الأيام في أيام التشريق أو في أيام الحيل أو في أيام النفاس، في الحيل أو النفاس أو المرض، هكذا رجل نذر ثم بعد ذلك صار مريضا في ذلك الاثنين أو في أيام البيض، ماذا يفعل؟ لم يجب القضاء، لا يجب القضاء. لماذا؟ هو غير طائق له، ليس له طاقة. الصوم يكلف به لو كان طائقا مطيقا. وكصلاة جنازة، هذا مثال لفرض كفاية، وتشييع ميت، تجهيز ميت. نعم. ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه، مثلا هذا الاثنين القادم أو يعني أيام البيض من شهر شوال وهكذا نذر بالتعيين، فإذا لا يصوم قبله. يعني لو صام بهذه النية يكون حراما، لماذا؟ لم يدخل وقته. فإن فعل أثما. نعم. لماذا؟ كتقديم الصلاة على وقتها المعين، لو صلى الظهر قبل الزوال يكون حراما، كذلك هذا إذا لم يدخل وقته. ولا يجوز تأخيره عنه، هل يجوز التأخير عن ذلك اليوم؟ لا يجوز، كهي بلا عذر، كالصلاة بلا عذر، لو كان بعذر يجوز كتأخير الصلاة، وهنا إذن فإن فعل صحا، يعني هكذا أخر ثم صام في اليوم الثاني، فإذا يجوز يصح الصوم لكن يلزم. لماذا؟ لأنه أخر بدون عذر. وكان قضاء، نعم، هذا المفعول يكون مقضيا. ثم ولو نذر صوم خميس، خميس مثل أو اثنين، خميس معناه يوما خميسا من أيام الخميس، هذا معناه. ولم يعين كفاه أي خميس. ولو نذر صلاة فيجب ركعتان بقيام قادر، أو صوما فصوم يوم، أو صوم أيام فثلاثة، أو صدقة فمتمول. نعم. كل هذا عند الإطلاق، رجل يعني نذر صلاة لم يعين أي صلاة، ولم يعين كم ركعة، هكذا أطلق، فماذا يجب؟ ركعتان. ثم لكن يجب يعني قيام القادر، لماذا؟ بالنذر صار واجبا، في الواجب قيام القادر واجب من الأركان. أو صوما، يعني رجل نذر صوما واعتلق لم يعين أي صوم كم يوم هكذا، فصوم يوم من الأيام. ثم أو صوم أيام هكذا بصيغة الجم فثلاثة، يجب ثلاثة أيام أي يوم كان، كذلك يأتي في الشهر والشهور هكذا. أو صدقة، نذر صدقة فقط لم يعين بأي شيء يتصدق، فمتمول، ما يعتبر مالا، يعني ما يطلب في مقابلة مال، هذا هو المتمول. ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد، وإلا تعين صرفه له. هكذا يعني لو نذر صدقة بدون تعيين المصرف لمن يصدق به، يتصدق به، هكذا لم يعين شخصا ولم يعين أهل بلد أيضا، فإذا هذه الصدقة تصرف إلى من؟ إلى حر مسكين،
مسكين يعني شامل للفقير أيضا، يعني لا يصرف إلى رقيق، هذا معنى حر، هذا مسكين يجب صرفه إليه ما لم يعين شخصا أو أهل بلد، وإلا تعين صرفه له يعني لهذا المعين من شخص أو بلد. ولا يتعين صوم وصلاة صلاة ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه ولا لصدقة زمان عينه. فإذا رجل عين لصومه مكانا، إذا هو قال أنا أصوم بمكة أو بالمدينة أو ببغداد، هكذا عين مكانا، أو هو عين صلاة بمكان لا يجب هذا المكان، بل يجوز له أداء هذا النذر في غير ذلك المكان الذي عين. كذلك لا يجب لصدقة زمان عين، فإذا هو نذر أن يتصدق بمال على فقير أو على شخص ثم عين مكانا لهذا التصدق، لا عين زمانا، هذا زمان لم يتعين، فإذا يجوز له أن يتصدق به قبل ذلك الزمان الذي عينه وبعد ذلك الزمان الذي عينه، لا إثم في الحالتين. ثم ذكر يعني التزام مسلم مكلف رشيد، هذا هو النذر، يبين محترزاته. فخرج بالمسلم المكلف الكافر والصبي والمجنون فلا يصح نذرهم. الناس يعني يسمونه نذرا لكن هذا ليس نذرا في الشرع. نعم، كنذر السفيه، هذا ضد الرشيد. نعم، وقيل يصح من الكافر، هكذا قيل لكن هذا ليس بصحيح. نعم، هذا يصح من الكافر في من في اي شيء، في المال فقط، ليس في الصلاة والصوم وما إلى ذلك مما يحتاج إلى النية، بل في الصدقة يصيح، هكذا ذكر بعض العلماء. وبالقربة المعصية، التزام مسلم مكلف قربة لم تتعين، فإذا لو نذر معصية لا يصيح لا ينقض. ما هي المعصية؟ مثلا كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه. فإذا الرجل نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح قبل ارتفاع الشمس وهكذا، فهذا أيضا لا ينقض النذر، فلا ينقضان. وكالمعصية المكروه، المكروه ليست قربة، لأجل ذلك لو التزم المكروه لا ينقض. كالصلاة عند القبر، هذا مكروه. ثم المكروه يعني المكروه الذاتي، الصلاة في الحمام، الصلاة عند القبر، وكذلك النذر لأحد أبويه أو أولاده، هذا إذن يعني مكروه. فإذن مكروه مكروه يعني مكروه ذاتي أو مكروه عارض. النذر لأحد أبويه أو أولاده هذا يعني مكروه عارض. نعم، أصل التصدق لهم يعني ليس مكروه، هذا مكروه عارض فقط. وكذا المباح أيضا يعني خرج به المعصية، وكذلك كالمعصية المكروه والمباح. كلله علي أن آكل، هكذا نذر الأكل، أو أنام نذر النوم. وإن قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها، ممكن وحينما نذر الأكل أو النوم أراد التقوية على العبادة أو النشاط في العبادة لا ينقض نذرا. نعم، لماذا؟ ينبغي أن يكون قربة أصلا، وهذا ليس قربة، وهذا يكون الأكل والنوم قربة يثاب عليه بهذه النية، وهذا أمر عارض. في المنظور ينبغي أن يكون قربة أصالة ولا كفارة في المباح على الأصحي، هكذا لو نذر المباح ثم ترك لم ينقض، هل يجب عليه الكفارة؟ لا يجب عليه الكفارة في الأصحي، مثل الفرض والمعصية والمكروه كلها. مثلا رجل نذر
أن يصلي الظهر نذر الفرض أو أن نذر معصية كما سبق أو نذر مكروها في هذه كلها لا تجب الكفارة. ثم وبي لم تتعين يعني خرج بقوله لم تتعين ما تعين عليه من فعل واجب عيني هذا لا يكون نذرا كمكتوبة وعداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم كل هذا لا يكون نذرا وإنما ينقض النذر من المكلف بلفظ بلفظ منجز من هنا مصنف يبين يعني ركن آخر للنذر هي سياق النذر إن شاء الله ثم باقي التعريف بلفظ منجز لله علي كذا أو علي كذا أو نذرت كذا أو معلق ك إن شفاني الله أو سلمني فعلي كذا هذا هو تعريف النذر ثم بسبب طول الشرح أعاد المصنف الشارح متعلق الباء من قوله بلفظ منجز لذلك قال وإنما ينقض النذر من المكلف بأي شيء بلفظ منجز إذن النذر التزام مكلف قربة لم تتعين بلفظ منجز نعم فإذن في المتن تتعلق الباء بالتزام بأي شيء يلتزم يعني بلفظ في النذر اللفظ واجب يعني لا تكفي النية مثل العتق وكذلك سائر المعاملات المالية مثل سائر العقود هذا عقد النذر عقد من العقود لذلك يجب اللفظ لا يكفي النية هذا الذي قال المصنف هنا بلفظ منجز ثم لفظ لفظان إما منجز أو معلق بلفظ منجز أو معلق أو بلفظ معلق أولا ذكر مثال لللفظ المنجز قبل أن يذكر المثال يبين الشارح معنى اللفظ المنجز بأن يلتزم قربة من غير تعليق بشيء هذا اللفظ المنجز معنى التنجيز عدم التعليق ليس معنى التنجيز هذا التنجيز ليس شيئا موجودا بل هذا معدوم يعني عدم التعليق هو التنجيز إذن لو لم يكن في لفظ النذر تعليق وهو منجز لذلك قال بأن يلتزم قربة كيف قربة من غير تعليق بشيء هذا الالتزام لم يعلقه بشيء ثم وهذا نذر تبرر وقال هذا نذر تبرر هناك نذر مصنف أشار إلى ثلاثة أقسام منه نذر لجاج سبق أمسي هو مكروه ورد النهي هكذا فإذن حمل النهي على هذا النذر نذر اللجاج وهذا نذر تبرر سيأتي نذر مجازات الذي النذر الذي يكون بالتعليق يقال له نذر مجازات وهذا الذي يكون بلفظ منجز أو ليس فيه تعليق هذا يسمى بنذر تبرر هكذا إطلاق نذر لجاج نذر تبرر نذر مجازات هناك إطلاق آخر لنذر تبرر
بناء على هذا الاطلاق يشمل نذر التبرر المنجز والمعلق جميعا، يعني هذا التبرر ونذر المجازات يشملهما. فإذا لنذر التبرر اطلاقان كلله علي كذا، إذن ليس فيه تعليق، لذلك هذا منجز. علي كذا قوله كذا كناية إشارة إما أهم صلاة أو صوم أو نسك، يعني هذا كناية عن القربة كذا من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراءة أو اعتكاف، هكذا ينقال. ثم أو علي كذا، لله علي كذا أو علي كذا، وإن لم يقل لله، هذا الفرق بينهما. وبعض قال لو قال علي كذا فقط بدون الإضافة إلى الله تعالى لا يكون نذرا، ردا عليه قال الشارح وإن لم يقل لله. أو نذرت كذا وإن لم يذكر معها لله على المعتمد، في هاتين صيغتين علي كذا كذلك نذرت كذا، هناك لا حاجة إلى ذكر لله، وإن لم يذكر لله ينقض نذرا. على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل، هل يصح النذر بدون الإضافة إلى الله تعالى؟ فيه خلاف طويل، اضطراب طويل معناه خلاف طويل. من هذا الخلاف الطويل ما هو الراجع المعتمد؟ إمام بغوي غيره صرح أن هذا هو المعتمد. أو بلفظ معلق، بلفظ منجز هذا الالتزام، أو بلفظ معلق ويسمى نذر مجازات، وهو ثم يبين النذر بلفظ معلق كيف يكون، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. إذن هذا هو نذر مجازات أو نذر بلفظ معلق. فإذا ما الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج؟ اللجاج فيه أيضا تعليق، وهذا أيضا تعليق. نذر اللجاج وهو منقض، وما ذلك ليس من هذا القسم. الفرق بينهما أن النذر اللجاج فيه تعليق بما يقصد حصوله، يعني تعليق بمرغوب عنه. لو كان التعليق بشيء يرغب عنه فهو نذر لجاج، لو كان المعلق حصوله مرغوبا فيه هو يعني يرغب أن يحصل هذا الأمر فهو نذر مجازات، هكذا فرق في تحفتنا. والحاصل أن الفرق بين النذري اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه والثاني بمرغوب فيه. فإذن فيما مضى يعني ذكرنا المثال لنذر اللجاج، إن دخلت الدار أو إن لم أخرج عنه، فإذن هذا دخول الدار هو مرغوب عنه ولا يرغب، فإذن لماذا هذا النذر؟ النذر لأجل ألا يدخل،
خوفا من وجوب هذا الامر. لو دخل ان دخلت الدار فعلي كذا، هكذا رجل ينظر لماذا؟ ليس هذا النذر لان يدخل الدار ثم ان يقع عليه هذا النذر، بل هو خوفا من وقوع هذا النذر عليه. ماذا يفعل؟ وهو لا يدخل الدار لأجل ذلك. يعني هذا بمنزلة الحلف القسمي، القسم إما حاملا أو دافيا. القسم على أمر مرغوب به يحمله عليه، الحلف القسم على أمر مرغوب عنه يدفعه يؤخره عنه، كذلك هذا. هذا هو الفرق بينهم. هنا صرح المصنف الشعري يعني أن يلتزم قربة بمقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، كإن شفاني الله أو سلمني الله، يعني إن سلمني الله فعلي كذا، أو يقول التزم ألزمت نفسي، ألزمت نفسي كذا، أو واجب علي كذا. ثم يبين الشارح محترز قوله بلفظ منجز أو معلق، صرح بأن النذر ينعقد بلفظه، معناه لا ينعقد بنية، هذا الذي يذكر. وخرج بلفظ، يعني بقوله لفظ خرج النية فلا يصح، يعني لا يصح النذر بمجرد النية كسائر العقود. هذا نذر عقد، عتق عقد، بيع عقد، شراء نكاح عقد، وكل هذا عقد. العقود لا تصح إلا باللفظ، لا تصح بالنية. ثم قال إلا باللفظ، أولا قال لا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ، وهناك لصاحب الحاشية اعتراض على المصنف. إذن بعض مشايخنا حل هذا الإشكال، يعني كيف يصح هذا؟ أولا قال لا يصح بمجرد النية، ثم بعد قال إلا باللفظ. هذا استثناء من أين؟ الباء متعلق بأي شيء؟ هكذا أمور. إذن هذا الباء تتعلق بمحذوف، كسائر العقود فلا تصح إلا باللفظ، هكذا يقدرنا. فإذا يكون تأكيدا لما ذكر أولا لا يصح بمجرد النية كسائر العقود، تأكيد بذكر النظائر أيضا جعل سائر العقود نظيرا أو دليلا لعدم صحة النذر إلا باللفظ. ثم وقيل يصح بالنية، وهنا هكذا قول يصح بالنية وحده. فيلزم عليه ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق. وهنا بيان الفرق بين حكم النذر المنجز والمعلق. فإذن لو كان النذر منجزا يجب عليه ما التزمه حالا، حالا معناه بهذا النذر وجب عليه. ثم لو كان هذا معلقا، لو كان النذر معلقا متى يجب؟ لا يجب يعني وقت النذر، بل عند وجود صفة، يعني عند وجود هذا المعلق، في نذر معلق عند وجود الصفة، يعني هذا الأمر المعلق عندئذ يجب، وقبل ذلك لا يجب النذر. فإذا في المعلق فهذا الرجل قد مات قبل وجود هذا المعلق لم يجب عليه هذا النذر، أما في المنجز وجب به، لذلك لو مات بعده بدون أداء فيبقى هذا النذر في ذمته
ويجب في تركته نوع. هذا يلزم عليه ما التزمه حالا بمنجز. هذا الوجوب موسع أو مضيق. هل يجب عليه أداؤه فورا أو موسع؟ لا يجب عليه الأداء فورا. هذا يتعلق وجوب النذر حالا، هذا معنى يلزم عليه ما التزمه حالا، معناه يتعلق وجوب النذر حالا. وفي وجوب الأداء فورا قولان، هل يجب فورا أو لا يجب فورا؟ قولان. ما هو الراجح؟ الراجح أن وجوبه موسع، ذكر في النهاية هكذا، أي وجوبا موسعا. نقله الشرواني ثم قال: عبارة شيخنا: أما نذر التبرر فيلزم فيه ما التزم عينا لكن على التراخي، إن لم يقيده بوقت معين. فإذا لو قيد الأداء بوقت معين فيجب أداؤه في ذلك الوقت المعين الذي عينه في النذر. هكذا لو لم يعين وقتا معينا فهو على التراخي، يعني يبقى طول عمره. نعم. وعند وجود صفة بمعلق، وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عند وجود المعلق عليه، خلافا لقضية كلام ابن عبد السلام رحمه الله. فإذا في المعلق كيف يكون في المنجز؟ ذكرنا هذا وجوب موسع. أما في المعلق يجب الأداء فورا، هكذا ظاهر كلامهم. لكن مقتضى كلام ابن عبد السلام رحمه الله يخالفه. نعم. ماذا؟ عندك عقب وجودي، أنا قرأت عند وجودي، نحن شكرا شكرا. عقب وجود المعلق خلافا لقضية كلام ابن عبد السلام. فإذا قضية كلامه أنه لا يجب الأداء فورا، بل هذا أيضا على الموسع. لكن فيه تفصيل، في هذا تفصيل. عبارة النهاية: ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا. يعني هذا النذر كان لرجل معين، لمعين، ثم هذا المنظور له المعين طالب به وهو طلبه، فإذا يجب عليه أداؤه فورا وإلا لا يجب فورا. هكذا تفصيل عند النهاية. ولا يشترط قبول المنذور له في قسمي النذر ولا القبض. هذا عقد، في العقد عادة يكون إيجاب وقبول، لكن هنا هذا إيجاب إيقاع فقط، لا يجب القبول ولا القبض. هذا الذي يذكر، يعني بطرف واحد من طرفي العقد ينعقد هذا العقد والنذر. أما سائر العقود مثلا بيع أو إجارة أو يعني النكاح، كل هذا ينعقد بطرفين الإيجاب والقبول. ولا يشترط قبول المنذور له في قسمي النذر، يعني هذا معلق كذلك منجز، يعني نذر تبرر نذر مجازاة. ولا القبض، لا يجب القبض أيضا، بل بدون ذلك ينعقد. وهذا
لا يلزم منه عدم شرط أي شيء بل يوجد هناك شرط هذا الذي يقول بل يشترط عدم رده ينبغي ألا يرد المنظور لهنا ينبغي ألا يرد المنظور له مثلا رجل نظر لزيد شيئا فإذا لو رد زيد هذا النظر لا ينقده لا عدم رده يشترط لانقاد النذر وصحته هذا الذي قال ثم ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا وإن لم يقبل خلافا للجلال البلقيني رحمه الله هذا مسألة نذر بما في ذمة المدين الداين ينظر مثلا لي على فلان شيء فإذا أنا أنظر ما في ذمته أن نعطيه أو أن نتصدق به عليه أو أن أبرئه هكذا هذا يصيح ولا يصيح نعم هذا يصيح يصيح النذر نذر النذر الداين نذر الداين يصيح بأي شيء هذا النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا ماذا في ذمة الداين والمدين مقدار ما في ذمته مجهول للداين هل يصيح النذر؟ نعم يصيح لماذا هنا لا يجب علم المنذور بخلاف البيع والإجارة وهكذا المعرفة واجبة هناك لأن الغش وهناك تشترط المعرفة لأجل ألا يقع الغش والخيانة الغرر نعم وهنا لا يعتبر الغرر لا الغرر لا يبطل هنا النذر أما في البيع يبطل وهو منافل لمقاصد البيع أما هنا ليس ذلك لذلك لو كان مجهولا فلا بأس فيبرأ حالا المدين يبرأ حالا وإن لم يقبل هكذا يعني الداين نذر لمدينه ما في ذمة المدين المدين لم يقبل يعني ممكن هو لم يعلم أيضا هو صار بذمته صارت برية خلافا للجلال البلقيني رحمه الله هو قال يعني لو لم يقبل لا يبرأ بل بالقبول تبرأ ذمته هكذا قال الإمام البلقيني رحمه الله ثم مسألة أخرى مسألة ملك المنذور للمنذور له متى يملكه هذا الذي يقول ولو نذر لغير أحد أصليه وفروعه رجل نذر مالا لمن لغير أحد أصليه ولغير أحد فروعه من ورثته فإذن ونذر لعمه أو ابن عمه فهكذا بأي شيء نذر بماله متى نذر قبل مرض موته بيوم متى نذر قبل مرض موته بيوم هذا يوم ليس هذا يوم الفلكي بل يعني مراد به يعني زمن مطلق زمن فإذن قبل موته بزمن ثم ملكه كله من يملك هذا الغير يملك الغير يملك هذا المال كله من غير مشارك سائر الورثة هل يشاركون لا يشاركون لماذا يملك لزوال ملكه عنه الناذر لزوال ملكه يعني ملك الناذر عنه عن أي شيء عن ماله متى زال قبل مرضه
ولا يجوز للأصل الرجوع فيه. هذا مسألة أخرى. فإذا هناك ذكر المصنف شروطا عندما ذكر هذه المسألة، لو نظر لغير أحد أصليه وفروعه من ورثته، فإذا لو نظر لغير أحد أصوله وفروعه من غير ورثته، يعني من أجنبي، أليس يكون هكذا؟ نعم يكون هكذا. وكذلك لو نظر لأصليه أو فروعه كيف يكون الحكم؟ وهذا عند المصنف أو يعني عند بعض العلماء لا يصح النظر لأحد أصليه أو لأحد فروعه. لماذا؟ لأن هذا مكروه، النظر لهم مكروه، لكن هذا كراهة عارلة، لذلك يصح هذا النظر عند بعض العلماء. فإذن بناء على عدم صحة هذا النذر قال لغير أحد أصليه أو فروعه. فإذن بناء على الصحة بأن هذه الكراهة عارلة والنذر صحيحة صحيح مع الكراهة العارلة، ما هو يعني هذه سبب الكراهة العارلة؟ هذا لو نذر لأحد أصليه أو لأحد فروعه يخاف العقوق من الباقين. مثلا هذا رجل نذر لأحد أبنائه، فإذا سائر أبنائه يخاف منهم العقوق، لأجل ذلك صار مكروه، نظرا إلى ذلك قيد، وإلا الحكم سواء. ثم من ورثته، نعم نعم يسن التسوية، نعم التسوية بين الأبدان دي سنة. لا يعني هناك الآية في الهدية هل يكره يسن التسوية، هكذا أذكر، لا أذكر الكراهة هناك، ما هنا يعني الكراهة موجودة في النذر، في النذر يكره على قوله كراهة عارلة، وهناك التسوية سنة، لا أذكر الكراهة. ثم فإذا هذا لما ذكر من ورثته بماله، هذا لقوله فيما يأتي من غير مشارك، هكذا فرض المسألة. المشاركة تفرض في من؟ في الورثة فقط، أما في غير الورثة لا تفرض المشاركة. الحكم كذلك، يعني هو يملكه كله لزوال ملكه عنه قبل مرض موته. هذا أيضا مسألة مذكورة بسبب حكم أن تصرف المريل مرض موته لا يصح، وهذا رجل تصرف بالنذر بجميع ماله قبل مرضه، لأجل ذلك كله صحيح. ثم ولا يجوز للأصل الرجوع فيه، هل يجوز للأصل الرجوع فيه يعني في النذر؟ لا يجوز، هذا بناء على الصحة، بناء على الصحة قال هكذا. أما ما ذكر قبله لغير أحد أصليه هذا بناء على عدم الصحة. إذن لو ذكرنا أن نذر رجل لأحد فروعه صحيح صحيح، هكذا نذر لأحد فروعه، ثم هل يجوز له الرجوع فيه؟ لا يجوز له الرجوع فيه، يعني كما يجوز الرجوع في الهبة، لو أهبى يجوز له الرجوع، كذلك هنا لا يجوز، فرق بين الهبة والنذر. نعم. وينقد معلقا في نحوي إذا مرلت وهو نذر له قبل، ثم ماذا باقي؟ قبل
قبل مرضي بيوم. قبل مرضي بيوم هكذا. ينقد معلقا إذا مرضت فهو نذر لي قبل مرضي بيوم هكذا ذكر واحد. إذا مرضت فهو نذر له وهو يعني هذا المال المنذور أيا كان هذا يعني شخص من ماله نذره لفلان نذر له له يعني للمنظور له متى هذا قبل مرضي بيوم فإذا هذا يصح أو لا يصح نعم يصح كيف يصح معلقا أو منجزا هذا يصح معلقا فإذا هناك كأنه تنافي أولا قال إذا مرضت فهو نذر ثم النذر ليس بعد المرضي بل قال قبل مرضي بيوم أولا وإذا مقتضى قوله إذا مرضت فهو نذر أنه علق نذره بحصول المرض يعني عقب المرض ينقض النذر هذا مقتضى بداية الكلام لكن أخيرا قال قبل مرضي بيوم اليوم هنا أيضا بمعنى مجرد الزمن فإذا هذا يصح مع هذا التنافي بين بداية كلامه ونهايته يصح النذر معلقا وله التصرف قبل حصول المعلق عليه هذا مسألة أخرى يعني مسألة تتعلق ب النذر المعلق النذر المعلق ذكرنا هناك أنه يجب عليه ما التزمه في منجز حالا وعند وجود صفة في معلق فإذا رجل نذر شيئا لآخر على طريق التعليق بوجود المعلق يجب عليه النذر يعني ينقض عليه النذر وقبله لا ينقض فهل يجوز له التصرف في هذا الشيء؟ نعم يجوز له هذا الذي قال وله للناذر التصرف قبل حصول المعلق عليه إما هكذا يعني إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم هكذا علق بما قبيل مرضه فإذا إلى ذلك الوقت يجوز له التصرف يعني تصرف بسائر الأمور إما بيعه أو هبته هكذا جميع يمكن ثم ويلغو قوله متى حصل لي الأمر الفلاني أجيء لك بكذا ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر هذا كأنه يعني بيان محترز لقوله السابق يعني حينما ذكر الأمثلة ذكر في المثال علي كذا أو ألزمت نفسي كذا أو واجب علي كذا أو نذرت كذا وهذه كلها يفيد الإلزام والإيجاد فإذا لو ذكر واحد بدون لفظ الإلزام والنذر هل يجب أو ينقض نذرا لا ينقض نذرا فإذا كأن هذا بيان لشرط في اللفظ ينبغي أن يكون اللفظ ما يفيد الإلزام أو النذر وإلا يكون لغوا ويلغو قوله متى حصل للأمر الفلاني أجيء لك بكذا ما لم يقترن لفظ التزام أو نذر لكن ذكر هنا في التحفة قيد أي أو نية ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر أي أو نية أو نية فإذا لو اقترن بهذا القول
ما هو القول؟ متى حصل لي الأمر الفلاني أجيء لك بكذا يعني أعطيك كذا. ينقض هذا نذرا لا يلغو لو اقترنه نية النذر. فإذا هذا ليس اعتبرت هنا النية. لماذا؟ هذا نية مقترنة بلفظ، ليست هذه نية محلة. والذي سبق من عدم انعقاد النذر بالنية هو النية الخالصة بدون اقتران هذه النية بشيء من الألفاظ، وهذا اقترنه بشيء من اللفظ، لأجل ذلك يصح. نعم. فإذا في اللفظ هكذا يشترط. خلاصة هذا، ينبغي أن يكون اللفظ فيه ما يدل على التزام أو نذر، أو يقترنه نية النذر. عندئذ ينعقد. نعم. ثم وافتى جم في من أراد أن يتبايع فاتفق على أن ينظر كل لآخر بمتاعه ففعل صح. وإن زاد المبتدئ إن نذرت لي بمتاعك، وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره. فإذا هذا فائدة النذر للمتبايعين يريدان أن يبيع شيئا ربويا، يريدان أن يبيع أن يتبايع في شيء ربويا. إذن لا يجوز له هذا البيع. فإذن هناك حيلة، هذا الذي يبين، الناس يستعملون هذا حيلة. إذن حكمه يبين. وأفتى جم من العلماء في من أراد، كلمة من واقية على التثنية بقرينة ضمير التثنية فيما بعده، في من أراد أن يتبايع فاتفقا، هما يتفقان. نعم. اتفق على ما؟ اتفق على أن ينظر كل لآخر بمتاعه. فإذا هذا رجل ينظر للآخر، والآخر ينظر لهذا، هكذا بينهما تقابل بالنظر. ففعل في هذين الرجلين أفتى جم بأي شيء؟ صحا، يعني بقوله صحا. هذا المفتى به، هذا مفعول أفتى. فإذا أفتى بقوله صحا، هكذا تقديرنا. وإن زاد المبتدئ إن نذرت لي بمتاعك فمتاعي هذا نذر لك، هكذا ممكن. أو هو علق، لماذا؟ حذرا من الآفة. ممكن هذا الأول ينظر بمتاعه للثاني، ثم الثاني لا ينظر، فإذا هذا الأول يفوته متاعه، لا يحصل على مقابله، لأجل ذلك هكذا قيد وعلق. هل يصح؟ نعم، هذا صورة التعليق أيضا صحيح. وإن زاد أحدهما أو كل منهما، وإن زاد يعني كل منهما، لا المبتدئ، نعم الأول نذر بهذه الصورة، إن نذرت لي بمتاعك فمتاعي هذا لك نذر. وكثيرا ما يفعل ذلك، يفعل ذلك هنا فيما لا يصح بيعه ويصح نذره، بيع لا يصح لكن نذر صحيح. كالربويات مع التفاضل، هكذا ذكر ابن قاسم. فإذا هذا واحد يريد أن يبيع ذهبه بذهب آخر، يريد التفاضل بينهما، حلي ذهب بحلي ذهب آخر، أو يعني مطعومات، واحد يريد أن يبيع تمره بتمر آخر لكن مع التفاضل،
فإذا يسيح هكذا بطريق النذري. نعم. ويسيح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته، هذا مسألة أخرى. قال القاضي: ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به. ذاك مسألة أخرى. أولا يسيح إبراء المنذور له هكذا، لو نذر رجل لآخر شيئا ثم المنذور له الذي نذر له هذا المنذور، هل يجوز له إبراء هذا الناذر؟ فإذا أنا نذرت لفلان شيئا وذاك الفلان أيبرئني مما ثبت في ذمتي له. نعم، هذا الإبراء أيضا صحيح، يصح إبراء المنذور له الناذر أن أي شيء أما في ذمته يعني في ذمة الناذر. ثم مسألة: هل يشترط معرفة الناذر ما نذر به؟ سبق الإشارة في هذه المسألة، ذكر يعني فرعان، فهذا تصريح. لا يشترط معرفة الناذر بما نذر به، كخمس ما يخرج له من معشر، وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه، هكذا لو نذر يصح النذر. أولا لا يشترط معرفة الناذر ما نذر به، لماذا ذكرت العلة؟ هذا الغرر، هنا يخاف الغرر، الغرر لا يبطل هنا. نعم، لأن هذا العقد ليس مما يحترز عن الغرر بخلاف البيع. نعم، فإذا هو ينذر هكذا، علي لله علي خمس ما يخرج لي من معشر، معشر يعني شيء يجب فيه العشر، هذا معشر. كذلك ككل ولد، مثال آخر، كل ولد لله علي كل ولد أو كل ثمرة يخرج من نعمتي أو يخرج من شجرتي هذه. نعم، يكون هناك عدم المعرفة بمنظوره، هذا لا يبطل. ثم وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنظور، فإذا كخمس ما يخرج له من معشر هكذا لو نذر، هل يجب الزكاة في هذا الخمس أيضا؟ لا يجب الزكاة في هذا الخمس، بل يجب الزكاة في غير هذا الخمس. نعم، لماذا؟ هذا الخمس يملكه ذاك المنذور له، نعم، الذي نذر له هذا الخمس أو هو يملكه بالإنتاج، فإذا ليس هذا في ملك هذا الناذر، لذلك لا يجب فيه الزكاة. نعم، وقال غيره هكذا، قال القاضي رحمه الله، وقال غيره محله يعني محل عدم الزكاة إن نذر قبل الاشتداد. نعم، قبل اشتداد هذا الحب. نعم، لو نذر بعد الاشتداد يعني يجب الزكاة. لماذا؟ هذا ينقض وجوب الزكاة باشتداد الحب، فإذا عند اشتداد هذا الحب كان ملكا للناذر وجب فيه الزكاة، ثم بعد ذلك نذر. نعم، ويصح النذر للجنين، مسألة أخرى، هل يصح النذر للجنين؟ نعم يصح، كالوصية له، بل أولى، وصية صحيحة كذلك هذا. ثم قال: بل أولى يعني صحة النذر للجنين أولى من صحة الوصية له. لماذا صار أولى؟ ما الفرق بينهما بالأولوية؟ هذا في الوصية يشترط القبول، أما في النذر لا يشترط القبول، بل يكفي عدم الرد فقط، كما سبق أن بينا نظرا إلى هذا الفرق قال هو أولى بل أولى.
لا للميت يصح للجنين هل يصح للميت لا يصح للميت فإذا رجل نظر مثلا لوالده الميت أو لشيخه الميت وهكذا عندئذ لا يصح سيأتي مثال يعني مثال صحة النذر للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هنا صحة إلا لقبر الشيخ الفلاني وهذا يصح لو نذر لقبر الشيخ يصح يعني لقبر ميت يصح أما للميت نفسه لا يصح هكذا فرق بينهم هكذا الفرق ما الفرق يعني الفرق يظهر هكذا هذه العبارة هكذا في موضع في التحفة وفي موضع آخر في التحفة قوله ومنها أي من القربة التصدق على ميت أو قبره هكذا التسوية بين الميت والقبر كلاهما من القربة لو كان كلاهما من القربة فالنذر صحيح مقتضى هذا القول أن النذر للميت أيضا صحيح كما أن النذر لقبر الميت صحيح نعم ذكر بعده قيدا إن لم يرد تمليكه متى يكون التصدق على الميت قربة لو لم يرد تمليك هذا المال للميت فإذا لو أراد تمليكه من للميت لا يصح ثم قال واترد العرف بأن ما يحصل له يقسم على نحو فقراء هناك فإن لم يكن عرف هناك بطل لو لم يكن هناك عرف بطل هذا رأي أو في رأي آخر هذا لا يبطل بل يصح النذر متى إن لم يرد تمليك هذا المنذور للميت ثم لا يبطل ثم ماذا يفعل به لو لم يكن عرف هذا يعني يصرف في مصالح هذا القبر كذا كذا كما سيأتي في الكتابنا فإذا الذي قال أن النذر للميت لا يصح متى لا يصح لو أراد تمليك هذا المال للميت لماذا؟ لأن الميت ليس أهلا للتمليك للتملك نعم لماذا يريد التمليك للميت؟ ممكن لأن يحصل جميع ورثته حصة حصة من هذا المال هكذا ممكن رجل يحتال رجل شخص توفي مات إذا أراد أن ينظر لهذا الميت حتى يستفيد من هذا المال جميع ورثته هكذا إلا لقبر الشيخ الفلاني ماذا مصنف يبين يعني فيما بعد ما هو القربة يبين يعني مصرفه أيضا جهة التصرف كل يبين فإذا أولا يعني فرق بينهما يعني بين النذر للميت وبين النذر للقبر
هذا الفرق متى يكون؟ لو أراد التمليك للميت فإلا كلاهما سواء. ثم وأراد به قربة ثم أراد به بهذا النذر يعني حينما نذر شيئا من المال لقبر الشيخ الفلاني ماذا أراد؟ أن يصرف هذا المنظور في قربة ثم يعني عند القبر. وأراد أن يصرف هذا المال في قربة جارية موجودة عند القبر. بهذه النية قال ماذا؟ نذرت هذا لقبر فلان أو لمقبرة فلان أو لزيارة فلان هكذا. نعم. ما هو القربة هناك؟ كإسراج يندفع به. فإذا هذا مكان زيارة الناس يأتون يزورون يقرؤون، فإذا هذا القبر يحتاج إلى إسراج، يسرج هناك، يضاء السراج، فإذا هذا المال يصرف في الإسراج. إسراج أيا كان، من الدهن أو من الكهرباء أيا كان، يعني جهة يصرف فيها المال، هذا هو. هكذا أراد. نعم. ثم يندفع به أو اضطرد عرف. ليس هناك هكذا يعني نية هذا الناذر، هو لم ينذر هذا القربة بل هو أطلق. وهناك عرف يعني كل ما يأتي نذرا لهذا القبر هذا يصرف في كذا وكذا وكذا. ممكن هناك مساجد أو يعني مدارس تحت إدارة هذا القبر، فإذا كل ما يأتي نذرا يصرف في إدارة هذه المساجد والمدارس والإنفاق على طلبته، هكذا هناك عرف مضطرد، فإذا كل ما يأتي يصرف إليه. فإذا إما ينبغي أن يكون هكذا عرف مضطرد أو هو ينوي، فيحمل النذر له على ذلك. فيحمل النذر له يعني لقبر الشيخ الفلاني على ذلك، على هذا العرف. فإذا ظاهر قوله لو كان هناك أحد هذين الأمرين، إما إرادة النذر أو عرف مضطرد لصرف هذا المال المنذور فيه، فيصح النذر ويصرف ذلك إما حسب نيته وإرادته أو حسب عرف مضطرد. نعم. وإن لم يكن كلاهما ماذا يفعل؟ هل يصح ويبطل؟ أنا قرأت عبارة تحفة. إن لم يكن عرف هناك بطل. ثم قال نقل في التحفة هذا قول السبكي اللاتي، وهذا يقتضي لا يبطل. نعم. ويقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس في هذا القول تصريح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ماذا يفعل؟ هل يصح النذر؟ لو صح النذر فيما يصرف هذا المال؟ نعم، فيصح النذر صحيح كما بحث. لماذا؟ لأنه اشتهر في عرفهم للنذر. هذا كلمة الجعل هو معروف عندهم للنذر. فإذا هذا كما ذكر سابقا يعني مما ليس فيه التزام ولا نذر، لكن هنا هذا الشهرة، فهذه الشهرة تقوم بمنزلة النية التي سبقت هناك. لفظ عام موجود ومع ذلك عرف وشهرة، لأنه الجعل اشتهر في عرفهم للنذر، لأجل ذلك يصح. فإذا يصرف فيما يصرف هذا المال؟ هذا ويصرف لمصالح الحجرة النبوية. نعم. كما ذكرنا يعني هناك عرف أو يعني قربة لو أراد. ما هي المصالح من بناء وترميم؟ هكذا هي مصالح الحجرة الشريفة، لا يصرف على فقراء الحجرة الشريفة
لو لم يترد عرف، لو اترد عرف يعني بالمنظورات بصرف المنظورات على فقراء الحجرة الشريفة يصرف هكذا. قال سبقي رحمه الله: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتل العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به عندها. قال شيخنا: فإن لم يقتل العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. فإذن الأقرب عندي في الكعبة رجل نظر للكعبة، هذا نظر للكعبة كان موجودا حتى في الجاهلية، كان المنظورات موضعة في بئر داخل الكعبة. ثم كذلك الحجرة الشريفة، في الكعبة والحجرة الشريفة النذر ماذا يفعل به؟ كذلك المساجد الثلاثة، أن من خرج من ماله عن شيء لها، خرج من ماله عن شيء، لا خرج عن شيء، هناك في كتبكم عن شيء أو شيئا؟ عن شيء، عن شيء. لو كان كلمة عن موجود فنقرأ فعل خرج، نقرأ تخفيفا أن من خرج من ماله عن شيء. فإذا عن شيء من ماله هكذا هو، رجل خرج عن شيء من ماله، كيف خرج عن شيء من ماله؟ بطريق النذر خرج، فإذا خرج من ملكه عن طريق النذر. نعم. لها يعني لهذه المساجد الثلاثة والحجرة الشريفة والكعبة، يعني جعل هذا الشيء لهذه الثلاثة، للكعبة والحجرة والمساجد الثلاثة، هو خرج من هذا الحل يعني من ملكه. واقتل العرف صرفه، يعني صرف هذا الشيء في جهة من جهاتها صرف إليها، هذا الشيء يصرف في هذه الجهات. واختصت به، يعني لو كان هناك عرف مضطرد لا يجوز صرفه بغيره، هذا واختصت هذه الجهة مختصت به بهذا الشيء. عندها قول السبكي. قال شيخنا: بعده، بعد نقل هذا القول ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله: فإن لم يقتل العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها، فإذا لا يبطل. إذن هناك جاء ثلاث صور: إن كان هناك يعني إرادة من الناظر لصرف هذا المال في قربة معينة موجودة عند القبر هكذا يصرف، وإن لم يكن له إرادة يصرف يعني حسب العرف، وإن لم يكن عرف نيلا فناظر هذه الحجرة الشريفة أو الكعبة المشرفة أو ناظر هذه المساجد حسب رأيه يصرف في أي جهة. نعم. فعلى كل حال لا يبطل النذر، في هذه الحالات كلها يصح النذر، سواء كانت إرادة أو لم تكن إرادة، سواء كان عرف أو لم يكن عرف لرأي ناظرها. قال شيخنا: ثم قال: وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها، يعني الإمام السبكي رحمه الله في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة، أما غير هذه المساجد الثلاثة الحكم يختلف؟ لا يختلف الحكم، بل خصص ممكن أن النذر يزيد في هذه المساجد الثلاثة بالنسبة إلى غيرها، الحكم هكذا في سائر المساجد، سائر مساجد ومدارس هكذا ينظر، يعني هل للناذر إرادة، وإلا ينظر العرف، وإلا يرجع إلى الناذر. ثم وافتى بعده:
في إن قال الله حاجتي فعلي للكعبة كذا بأنه يتعين لمصالحها ولا يسره في لفقراء الحرم كما دل عليه كلام المهذبي وصرح به جم متأخرون. فإذا هذا يصرف بالمصالح في المصالح هكذا ذكرنا. إذن ما المراد بالمصالح؟ سبقا بينت يعني هذا ترميم عمارة هكذا. أما لو كان عرف صرفه على الفقراء فيطرد يعني بشروطه فقط. ظاهر أن أفتى بعضهم في قول رجل إن قال الله حاجتي فعلي للكعبة، يعني هذا يعني نذر معلق كذا فعلي للكعبة كذا، يعني هو نذر للكعبة. أفتى فتوى بأي شيء؟ بأنه يتعين لمصالحها، يتعين هذا المال لمصالح الكعبة ولا يصرف لفقراء الحرم. ذكر هناك قيد في الشرواني نقل ما لم تجري به العادة، يعني لو جرت العادة بصرف هذا النذر على فقراء الحرم يصرف وإلا لا يصرف هكذا. فإذن حينما يقول الفقهاء أن هذا يصرف في مصالح ليس المراد الفقراء حوله، نعم، كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جم متأخرون. نعم. ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج تعين صرفه فيها إن احتيج لذلك. فإذا سبق أن بينا هذه المسألة في الحجرة الشريفة أيضا أو في قبر الشيخ الفلاني. ماذا؟ هذا رجل أراد أن قربة هناك لكن لا حاجة إليه هنا، مثلا هكذا هو أراد الإسراج لكن لا حاجة إلى ماله هناك في الإسراج، ماذا يفعل؟ أو إسراج أو ستر الكعبة أو تطيب الكعبة هكذا. فإذن لو كان هكذا حاجة يصرف، وإلا يعني لو لم يكن حاجة ماذا يفعل؟ بيع وصرف لمصالحها. فإذا صرف هذا في قربة أرادها الناظر، متى يتعين صرفه فيها؟ لو كانت حاجة، وإلا يباع هذا ويصرف في سائر مصالحها، هذا هو الحكم كما استدره شيخنا. ثم ولو نذر إسراج نحو الشمع أو زيت بمسجد صحا إن كان ثم من ينتفع به ولو على نذور وإلا فلا. رجلان نذر إسراج نحو شمع وزيت بمسجد صحا، يعني يجب هذا الوفاء به ويصح أيضا متى إن كان ثم من ينتفع به ولو على نذور. ممكن هكذا نادرا رجل يأتي ويقرأ القرآن، فإذا هذا رجل يسرج المسجد دائما هذا يصيح وإلا لا يصيح، يعني لو لم يكن هناك أحد ينتفع به لا على نذور ولا على غلبة لا يصيح هذا النذر. فإذا ما الفرق بين هذا وبين ما مضى؟ وفيما مضى يعني هو نذر مالا يصرف في إسراج فإذا يصيح على كل حال. ثم لو كان هناك حاجة إلى الإسراج يصرف فيه، لو لم يكن حاجة يباع ويصرف في سائر مصالحه. أما هذا الرجل نذر نفس الإسراج، هكذا فرق بينهم. فإذا حينما ينظر نفس الإسراج ينظر هل هناك حاجة من ينتفع بها أو لا ينتفع بها. إذن لو لم يكن هناك أحد ينتفع به فلا يصح النذر، هذا هو فرق بين هذا وبين ما مضى. ثم ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله. فإذا رجل نذر إهداء شيء ينقل
مثلا هذا نعم إبلا أو بقرا هكذا أو غيره إلى مكة لزمه نقله إليها والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى لو نذر لو عين قربة أخرى يصرف في تلك القربة وإلا يصرف على فقراء الحرم فقراء الحرم فقراء الحرم لا يشترط فيهم التوطن ذكر في بجيرمي وإن لم يكونوا متوطنين يصرفنا كتطيب الكعبة فيصرفه إليها يعني يصرفه إلى القربة نعم لو أراد عين قربة أخرى فيصرف وإلا يصرف على فقراء الحرم نعم وهذا أيضا لو لم يكن هناك عرف مضطرد وإلا يصرف في العرف المضطرد والتصدق بعينه هذا عين لو كان غير حيوان وإذا مثلا لو نذر أن يهدي إلى مكة بقرة أو إبلا فيجب عليه أن يقول هذا إلى مكة ثم ماذا يفعل يتصدق بعينه في الحيوان يتصدق بعد ذبحه بلحمه فقط هكذا يتصدق على فقراء الحرم لا يتصدق الحيوان حيا كما ذكر في شرح المنهج هناك قال بعد ذبح ما يذبح منه لو كان هذا المنظور حيوانا يذبح يتصدق بلحمه بعد ذبحه على فقراء الحرم نعم هذا كل واجب ما لم يعين قربة أخرى كتطيب الكعبة فيصرف إليها وعلى الناذر مونة إيصال الهدي المعين إلى الحرم فإذا ذكر النقل لازم فإذا هذا نفقة النقل مما يؤخذ هل يجب عليه زائدا على النذر نعم يجب عليه زائدا على هذا المال المنذور لو كان عنده هذا الذي قال وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي المعين إلى الحرم فإن كان معسرا ليس عنده غير هذا المال فماذا يفعل باع بعده لنقل الباقي نعم فإن تعسر نقله فإذا هذا مال ليس منقولا وهو أن عهد إلى مكة مالا غير منقول فماذا يفعل به هذا الذي يقول فإن تعسر نقله نقل المنذور كعقار وحجر رحى حجر رحى يعني مثبتة رحى مثبتة ليس منقول فإذا يعني قبل إثباته لو نذر ينقل بعد إثباته لا ينقل هكذا إما نذر حجر رحى إلى مكة أو نذر عقارا وهكذا أو شجرة النذر وهكذا باعه ولو بغير إذن حاكم يبيع هذا يعني المال غير المنقول ثم يتصدق به على فقراء الحرم هكذا ولو بغير إذن حاكم ونقل ثمنه ينقل ثمن هذا الشيء إلى مكة ويتصدق به على فقراء الحرم وهل له يمسكه بقبضته أولى وجهان يعني ذكر في هذا المال غير المنقول المنذور إلى مكة إلى الحرم هو ذكر يجب عليه بيعه هذا بيع متعين أو يعني هو يمسكه في مقابلة ثمن فإذا هو يقوم يعني كم قيمة هذا المال هذا العقار ثم بعد ذلك لا يبيع بدون بيع ماذا يفعل هو يمسك هذا العقار عنده ويتصدق بثمنه على فقراء الحرم هل يصح هذا لا يصح الراجح أنه لا يصح نعم
عبارة تحفة هكذا. والآخر كلامهم أن المتولي لجميع ذلك هو الناظر، يعني هذا البيع والنقل التصدق كل ممن كل من الناظر، وأنه ليس لقاضي مكة نزعه منه، يعني قاضي مكة ليس له ولاية في هذه الأمور وهو ظاهر، ويظهر أنه ليس له إمساكه بقيمة. لماذا؟ لأنه متهم في محاباة نفسه والاتحاد القابل والمقبل، هكذا محذورات. لأجل ذلك الراجح لأنه لا يجوز له إمساكه بثمنه. ثم ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة يعجز بعضها عن بعض كالاعتكاف، هذا مسألة نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، فإذا يجب أن يقضي في أحد هذه المساجد الثلاثة، لكن هناك عجز بعضها عن بعض. ظاهر هذه العبارة أنه يجزئ بعض عن بعض مطلقا، لكن ليس كذلك كما ذكر في التحفة. ويقوم مسجد مكة مقامهما، فإذا لو نذر واحد أن يصلي في المسجد النبوي يقوم مقام المسجد النبوي مسجد مكة، فإذا يجوز له أن يصلي بمسجد مكة بدلا عن مسجد المدينة. أو أن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فإذا يجوز له أن يصلي مسجد النبوي أو مسجد مكة. هكذا يقوم مسجد مكة مقامهما ومسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس فيهما، فإذا لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام لا يجوز له أن يصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، هكذا لا ينكس. نعم، كالاعتكاف لو نذر الاعتكاف هكذا في أحد المساجد الثلاثة أيضا مثل الصلاة. ولا يجزئ ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه، هذا فضيلة الصلاة في المسجد المدينة في المسجد النبوي كما ورد في الحديث بالضعف ألف، الصلاة في مسجدي هذا بالضعف ألف صلاة في غيره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن رجل نذر أن يصلي في المسجد النبوي ركعتين، ثم بعد ذلك هو صلى في غير هذه الثلاثة، يعني في مسجد في قريته أو بلده، كم صلى؟ ألف ضعف، هل يكفي يؤدي به نذره؟ لا يؤدي به نذره، هذا الذي قال ولا يجزي ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه. ثم كعكسه، كعكسه معناه كما لا يجزي قراءة، فإذا لو نذر أن يصلي كعكسه عكس أيضا غير كافر، معناه رجل نذر أن يصلي ألف ركعات ثم يذهب إلى المسجد النبوي يصلي ركعتين، هل يصيح يتعدى به نذره؟ لا يتعدى به. نعم، كما لا يجزي قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور، رجل نذر أن يقرأ ثلث القرآن ثم قرأ سورة الإخلاص، هل يجوز؟ لا يجوز. كذلك لو نذر أن يقرأ سورة الإخلاص ثم لم يقرأ سورة الإخلاص بل قرأ ثلث القرآن، هل يصيح؟ هذا أيضا لا يصيح. نعم، في الفضل ورد في الحديث هذا الفضل، هذا الفضل في الثواب والعدل في الثواب فقط ليس في الأداء. ومن نذر اتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته. نعم، يعني فيما مضى قيد الصلاة أين؟ في أحد المساجد الثلاثة،
فإذا ما هو حكم النذير نذير الصلاة في غير هذه المساجد الثلاثة؟ هذا الذي يقول من نذر إتيان سائر المساجد يعني باقي المساجد الثلاثة ونذر صلاة التطوع في المسجد في هذا المسجد صلى حيث شاء ولو في بيته لا حاجة إلى أن يصلي في مسجد من المساجد بل لو صلى في بيته أيضا يتأدى به نذره فإذا صلاة التطوع فيه بالنسبة إلى هذا الصلاة ذكر ولو في بيته فإذا لو نذر الاعتكاف ماذا يكون الحكم ونذر الاعتكاف نذر أن يأتي مسجد قريته ونذر أو مسجدا من مساجد غير هذه الثلاثة ونوى الاعتكاف فيه فإذا يجب يعني أن يذهب إلى مسجد من المساجد بالنسبة إلى الصلاة ولو في بيته أما اعتكاف لا يتصور كذلك هذا في الصلاة قيد أي صلاة صلاة التطوع يعني صلاة التطوع كما سبق بعض الصلوات التطوع يشرع فيها الجماعة وبعض لا يشرع فيها الجماعة وهذه الصلاة يراد بها ما لا يسن فيه الجماعة فإذا رجل نذر أن يصلي أن يأتي مسجدا من المساجد وأن يصلي صلاة العيد فيه أو صلاة الاستسقاء أو صلاة التراويح هكذا فإذا يعني يتعين المسجد مسجد من المساجد لا يصلي في بيته هناك قيد مما لا تسن فيه الجماعة وإلا تعين له مسجد كالفرض فإذا هناك اعتراض عن كثير صلاة التطوع هذا اعتراض عن صلاة الفرض فإذا يجب المسجد لا يصح في بيته هكذا ثم ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزي عنه جنس آخر ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه نعم أولا يعني أراد نذر التصدق بدرهم لم يجزي عنه جنس آخر يعني كذهب بل يجب هذه الفضة هذا الدرهم يجب نعم ولا يجزي العكس أيضا يعني لو نذر الدينار لا يجزي الدرهم أيضا ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عنه زال عن ملكه هذا المال يزول عن ملكه فلو قال علي أن أتصدق بعشرين دينار هكذا قال وعينها بعد أولا يعني هو نذر عشرين دينار بدون تعيين ثم عين هكذا هذه عشرين هكذا عين التصدق على فلان أو قال إن شوفي مريلي فعلي ذلك علي ذلك يعني علي أن أتصدق بعشرين دينار فإذا هذا أول نذر منجز والثاني نذر معلق يعني كلاهما مشتركان في هذا الحكم لذلك أتى بمثالين فعلي ذلك ملكها من يملك هذا الفلان يملك وإن لم يقبلها ولا قبلها قبل القبول وقبل القبل هو يملك بهذا وإن رد بل وإن رد فله التصرف فيها هو يملك معناه بعد هذا الملك لا يجوز للناذر التصرف فيه بل هو يعطيه فقط فإذن لو رد هذا المنظور له يعني الفلان رد هذا فإذا لم ينقض النذر عندئذ يجوز له التصرف فيها يعني في 20 دينار وإلا لا يجوز له التصرف نعم وينقض حول زكاتها من حين النذر فإذا هذا الفلان يملك هو منظور له من ذلك الوقت يبدأ حول الزكاة من حين النذر ممكن هو يعلم هذا النذر ويقبله ويقبله بعد شهر
أو بعد شهرين أو يعني بعد سنة. فإذا بدون معرفته بملكه هذا المال وجب عليه زكاة هكذا. فإذا لو كان هكذا المال المنظور له مقدار يعني نصاب زكاة. يستفسر المنظور له الناظر عن وقت النذر. نعم متى نذر هكذا يستفسر. ثم بعد ذلك وهو يحسب هذا حول الزكاة ويؤتي الزكاة من حين النذر وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنظور له فتصير دينا له عليه. هكذا في سورة المالية هو عين الدراهم وكذا يملكها بدون التعيين أيضا. وكذا يعني هذا المنظور له يملك هذا المال المال النذري لو لم يعينها أيضا. هنا مال النذر 20 درهم يملكها لو لم يعينها أيضا ولم يردها. لكن هذا عدم الرد شرط عندئذ يملك لو رد لا يملك المنظور له. من لم يردها المنظور له لم يردها فتصير دينا له عليه. فإذا لو لم يكن هناك تعيين مال النذر يثبت في ذمة الناذر. هذا الذي قال يصير دينا له عليه. نعم هل سألت شيئا؟ كأن الشرط عدم الرد في غير المعينة إذا عين فله التصرف وإن رد. وإن رد فله التصرف. نعم. وكذا إن لم يعين يعني عند الرد. نعم نعم لم يعينها ولم يردها. هذا ولم يردها جملة حالية. هذا عدم الرد شرط للنقاد النذر. فإذا عند الرد لا ينقض النذر. لو لم ينقض النذر فالمنظور له لا يملكه لا يملك مال النذر. لا في الصورتين جميعا. هذا عدم الرد ذكر في الصورتين. أولا قال يعني وإن لم يقبلها ولا قبلها بل وإن رد فله التصرف فيها. فإذا لو لم يرد لا يجوز التصرف له له فيها بل هذا الفلان مالك. وإن رد فله التصرف. نعم لا يملك الفقير المنظور له. شيخنا لمن هذا التصرف له؟ هو التصرف له يعني للناذر. مثلا في السورة الأولى هو عين الدراهم. فله التصرف يعني المنظور للفلان. له ضمير يرجع إلى الفلان يعني على المنظور. لو قال له علي أن أتصرف وإن رد فله التصرف بها. لمن يجوز التصرف بها؟ للفلان أو للناظر؟ للمنظور. للفلان. للفلان يعني للفلان المنظور له أي لفلان المنظور له التصرف. نعم يعني كأن عدم الرد شرط في عدم التعيين. إن عين الناذر الدراهم فللمنظور التصرف رد أو لم يرد بل وإن رد. هكذا يكون فرق بينهما. لكن ماذا ذكرنا في الأول من الشرط؟ نعم يشترط عدم الرد. هكذا ذكرنا فيما ذكرنا الشرط يعني في الثانية.
من الشروط ذكرنا عدم الرد، ولا يشترط قبول ولا يشترط قبول المنظور له بقسمي النذر ولا القبول، بل يشترط عدم رده على بقسمي النذر. فإذا في جميع أقسام النذر عدم الرد شرط. عدم الرد شرط. فإذا لو رد لا ينقض هذا النذر، ثم كيف يجوز له التصرف فيها؟ وإن لم يقبلها ولا قبلها. الشيخ ممكن أقرأ معاً في حاشية. بل وإن رد، يعني وقوله بل وإن رد أي بل يملكها وإن ردها، لما مر أن المنذور المعين لا يتأثر بالرد، كإعراض الغانم بعد اختياره التملك. هكذا لما مر، أين مر؟ وقال يعني لما مر. هذا أين؟ لم يمر في كتاب في فتح المعين. فتح المعين؟ لا، أنا كنت أقرأ من حاشية، يعني ويقول في الحاشية وقوله بل وإن رد. قوله بل وإن رد أي يعني بل يملكها، يعني المنذور يقصد يملكها المنذور وإن ردها، لما مر أن المنذور المعين لا يتأثر بالرد. فإذا هكذا لو كان الحكم يعني الضمير يرجع إلى من؟ إلى إلى المنذور له. نعم، المنذور يعني إلى فلان المنذور له. فإذا هذا عدم الرد ليس بشرط، رد أو لم يرد في منذور المعين ليس بشرط. نعم. إذا فإذا هذا يستقيم. نعم. ثم فتصير دينا له عليه، ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها. فإذا لو نذر في ذمته، لو ثبت في ذمة الناذر، يثبت لها يعني لعشرين درهم أحكام الديون. ما هي أحكام الديون؟ من زكاة وغيرها. ما هي غيرها؟ يعني استبدال أو غيره هكذا. ثم ولو تلف المعين لم يضمن إلا إن قصر على ما استظهره شيخنا. يعني هكذا رجل نذرا معينا بعشرين درهم، ثم هذا عشرون تلف، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. متى؟ إلا إن قصر على ما استظهره. لو كان مقصرا في هذا الائتلاف، مثلا سرق بعد أن تركه في غير حرز مثله هكذا، يكون ضامنا، وإلا لا يكون ضامنا. ثم مسألة أخرى، ولو نذر أن يعمر مسجدا أو يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين، يعني أو مسجدا في موضع معين، لم يجوز له أن يعمر أو يعمر غيره بدلا عنه ولا في موضع آخر، بل يجب إمارة هذا المسجد أو مسجد من هذا الموضع. كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجوز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض. ثم بعده يعني تتمة. تتمة يعني لباب النذر. اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترل مالا معينا لمقرله ما دام دينه في ذمته. فإذا رجل استدان من آخر، ثم هذا المستدين هذا المدين ينذر مالا معينا كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، مال معين معين، هذا 10 دراهم هكذا، لمن؟ لداينه يعطي هكذا نذر، هكذا نذر.
إذن هل يجوز هذا أو لا يجوز هذا؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ هكذا خلاف هذا الذي يقول. اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر في نذر مقتر مالا، هو نذر مالا، مال معين يعني مثلا 10 دراهم أو هذه العشرة هكذا. هذا التعيين ليس بقيد، بل إما معينا أو غير معين أيا كان، حكم واحد. ثم لمن هذا نذر؟ لمقرضه، يعني لدائنه المدين. انظر ما دام دينه في ذمتي، هذا هو القيد. ما دام دينه في ذمتي، يعني ما دام دينه في ذمة هذا المدين، هو ينظر شيء هكذا يؤتي. هل يصح أو لا يصح؟ فقال بعضهم لا يصح. لماذا؟ لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة. النذر يصح بقربة وهذا ليس بقربة. هكذا الصدقة أو الهدية ما دام دينه في ذمته يعطى المدين لدائنه شيئا، هذا ليس قربة، فإذا كيف يصح النذر؟ لا يصح النذر. هكذا قال. على هذا الوجه الخاص معناه كونه في مقابلة دوام الدين في ذمته، ثم بل يتوصل به إلى ربا النسيئة. أولا قال لا يصح لعدم كونه قربة، يعني هناك اختل شرط. ثم بعد ذلك يبين آفة منافية لصحة هذا النذر، هذا الذي قال يتوصل يجعله وسيلة إلى ربا النسية. ربا النسية يعني عجل في تأجيل في أحد العوالين، هذا اشتراط عجل في أحد العوالين. وقال بعضهم هكذا اختلاف، هذا بعضهم قال لا يصح، بعضهم آخر قال يصح. لماذا؟ لأنه في مقابلة حدوث نعمة، نعمة ربح القرض إن اتجر فيه، أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لإعسار أو إنفاق. إذن هذا يبين هذا القائل أن هذا قربة على هذا الوجه الخاص. القائل بعدم الصحة قال هذا ليس قربة على هذا الوجه الخاص، فإذا القائل بالصحة يقول هذا قربة على هذا الوجه الخاص. كيف يكون قربة؟ هذا الذي يبين، لأنه يعني هذا النذر في مقابلة حدوث نعمة، في حدوث نعمة ربح القرض. فإذا رجل استقرض قرضا ثم اتجر به، فإذا في هذه التجارة يظهر ربح. فإذا كلما يحدث نعمة فالتصدق بشيء منه وهو قربة، هذا الذي يفعل هذا الرجل. فإذا كلما ظهر ربح في تجارة أحد فيتصدق بجزء منه، هذا قربة في الشرع، هذا الذي فعل هذا الرجل. هكذا أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج إلى لبقائه في ذمته لعسار أو إنفاق، يعني هذا الرجل المدين وهو يحتاج في إبقاء هذا الدين في ذمته. لماذا يحتاج؟ هو رجل معسر، أو يعني هو يحتاج لأجل النفقة، يعني هذا إبقاؤه في ذمته. فإذا وهو يدفع به نقمة المطالبة، فهذا إذن مطلوب في الشرع من هذا الوجه صار قربة. ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه، وكذلك أولا بهذه التي دفع
إلا من قال بعدم الصحة ثم بعد ذلك في هذا الجزء من العلة يبين هذا القائل أن هناك مقتض لهذه القربة ما هو يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترض عند رد القرض يرد عن زيادة فإذا هذا رد زيادة فإذا التزمها يعني التزم هذه الزيادة بنذر إن قد ولزمته لزمت هذه الزيادة وهو حينئذ مكافأة إحسان لا وصلة للربا هذا القائل بعدم الصحة قال يتوصل به إلى رجب النسية فأجاب هذا ليس وصلة للربا بل هذا مكافأة إحسان هذا مكافأة الإحسان هو مطلوب في الشرع إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع يعني الربا يكون في عقد كبيع بيع عقد كذلك ربا عقد آخر لكن ذاك حرام وفاسد في الشرع فهذا ليس عقدا مستقلا هكذا اختلفنا ومن ثم لو شردت عليه النذر في عقد القرض كان ربا ومن ثم معناه من أجل أن الربا لا يكون إلا في عقد لو شردت عليه النذر النذر لو شردت عليه يعني على المدين من يشرط المقرض يشرط على المقترض أو على المدين يشرط الدائن النذر في عقد القرض هكذا الشرط في عقد القرض كان ربا فإذن هذا الذي قال ليس في عقد القرض شيء بل بعد ذلك نذر بدون هذا الشرط فيصح نعم وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي فيما إذا نذر المدين للدائن بمنفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته ماذا قال هذا الطنبداوي ماذا قال هذا مقول قوله والذي رأيته لمتأخر أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة وممن نفتى بذلك شيخ الإسلام محمد بن حسين القماط العلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل رحمه الله فإذا مصنفنا مخدوم رحمه الله نقل قول الطنبداوي تأييدا للصحة أولا قال يعني اختلف مشايخ شيوخنا ثم نقل قول يعني الجانبين بعد ذلك أيد جانب الصحة بها بقول هؤلاء هذا الشيخ يعني الطنبداوي بما إذا نذر المدين للدائن بمنفعة الأرض المرهونة فإذا هكذا استدان رجل من آخر ثم بعد ذلك جعل أرله رهنا عنده عند من؟ عند الدائن ثم بعد ذلك جعل هذه المنفعة المنفعة لهذا الأرض المرهونة لمن هذا نذر للدائن منفعة نذر له مدة بقاء الدين هكذا في ذمته مدة بقاء الدين في ذمته هناك قال والذي رأيته لمشايخ أصحابنا لمتأخر أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في صحة يعني في صحة هذا النذر كذلك النذر السابق وهذا يعني بمنفعة الأرض المرهونة هكذا خصوصا خاصا ذكر والذي سبق عام فقد هذا هو الفرق وممن نفتى بذلك يعني بالصحة هذا شيخ الإسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل رحمه الله فإذا هذا قول المصنف يميل إلى الصحة نعم فإذا فرغنا بهذا من قسم العبادة الفقه أربعة أقسام عبادة معاملة مناكحة ثم جناية نعم ثم باب البيع